السلام عليكم، معكم مطبخ هانية. اليوم مطبخ هانية جبتكم وصفة تاع المسكوتو تاع اللي راهو داير حالة في العرس والوليمات، يعني وصفة تجارية مليحة جبتها لكم أنا بمقادير يعني مضبوطة، اللي حبت يعني تدخل وتشوف طريقة تاع تحضير هذا المسكوتو. واش عندنا؟ عندنا 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا فيهم، نديروهم وراكم تشوفوا راح نستعملوا الخلاط، يعني حاجة خفيفة وسهلة ما تكلفش، ما كاش ما عندهاش خلاط في الدار، ما عندكش ديري بالبغا تاع الاشوا تاع لاشوب. عندنا كاس تاع سكر، راكم تشوفوا المقادير، نديروهم ونهضروا عليهم في نفس الوقت. انا نحب نخلط السكر مع البيض، ندير له ملحقة تاع فانيليا، نديروا له قصة تاع ملح، عندي قصة تاع ملح هكذايا. نخلط هاد المقادير، بعد ما خلطنا البيض مع السكر شوية نديرو الزيت، انا نديرو من نفس كارل. شوفوا يعني الخليط تاعنا كيفاش راه، شوفوا لاموس، راكو تشوفوا هكذا لازم يكون. تقدروا ديروه من هنايا، تقدروا ديروه في الباب الباتور، هاولي. بعد ما خلطنا الزيت مع البيض نديرو الحليب، كاس حليب يكون شوية دافي. كاس تاع الحليب اللي قلت لكم هاوليك نديرو يكون شوية دافي ما يكونش بارد. عندنا هاد لوبو تاع ياوت ناتشيغ، نديرو الكاس تاع الحليب، ندير في نفس الوقت نخلط، من بعد نوري لكم باسكو الصوت تاع البيتران. هكذا الخليط تاعنا، شوفوا كيفاش راه. دوك ندير نحوه نديرو في ريسيبيون شي كبير باش نديرو الفرينه. نقدروا نديرو الفرينه هكذا، بصح انا من الاحسن بريفير ندير الفرينه اون دور دو من هدايا. دقيقه نجيبو سلادي، هاوليك سلادي نطلعو الخليط تاعنا هنايا هكذا، ونشوفو الخليط تاعنا كيفاش خرج. الا عندك هذا كبير وحبيتي ديري في البيترا ولا في الباتور كيكون، باسكو علاش ما استعملناش الباتور؟ باسكو علاش؟ باش الخليط ياخذ وقته في الخليط، يعني يتخلط مليح، ماشي كيما نديرو بالباتور نحي يدك رجعي لنا شغل يجيك صعيب. هكذايا عندنا دوكا تيك 2.5 كيسان تاع فريلة، عندنا داك الكاس نعملو 2.5 كيسان، نديرو الكاس الأولاني هكا، نجيبو عندنا 2 باكيات تاع لا ليفور، عندنا هداك لوزاس تاع القارص ما درتوش، أنا حبيت نديرو مع الأخر باش يقعد لي البنة هكذايا. دقيقة من الأحسن ندوزها في الباسوار، نديرو هادوك أكياس تاع لاليفور، هكا
نزيدو كيس تاني. ندخل هادو هما قبل ندخل هاد لافارين مع هادوك زوج ساشيات تاع لا ليفيور هاكا ونسيي منطياش لاموس تاعي. نزيدو كاس تاني هكذا نعمر الكاس الثالث دوك نشوفو نبداو نديرو نص كاس هاديك نص كاس ونشوف ولا نسحق نزيد ولا لا انا دوك نحي قيس زوج مغارف ولا ثلاثة ندير لهم الكاكاو باش ندير البسكوتشو تاعي ما بغي وهادي حاجة اختيارية تقدري ديري هكذا ما تزيديش تحبي ديري كيما راح ندير انايا دوك تشوفو الطريقة هاكا تشوفو راهو خفيف واش ندير نجيب ان بول هكذا هكذا زوج هكذا أربع مغارف نديرهم مغرفة تاع الكاكاو حنا هدايا نزيدو هاديك الفرينة اللي قلتلكم عليها هكدا نخلط صافي درنا تخوا تلت كيسان هكدا هكا كيما راكم تشوفو الخليط تاعي هكا الخليط تاعنا راهو دخل فيه دخل في الفرينة فيه هاهو نحطو فيه هذا الخليط ونجيب ندير ملعقة تاع كاكاو باش ندير نجيب هداك الباسوار نزيرو هاد البسكوتشو هدايا راهو يعني يطلبو بزاف العرس سي بخاتيك وحدة ديرها هكدا وحدة في الطابلة تقطعوها تشربو بيها قهوة ولا ديري هادي كاتو ساك ولا تقعدي ديري شحال من نوع متكفيش هادي يخرجلك خير يخرجلك موان شاغ كي ديري هكدايا راكو تشوفو بحب تبارك الله يبارك ديرلك خبزة نقدر نديرو بلوس هاكا نشوفو الخليط تاعي أنا الخليط تاعي جاني شويه ناشف خاص نزيدلو شويه تاع الحليب باش الخليط تاعي يجرى شويه قيس زوج مغارف تاع الحليب باش تكون عندكم فكره إلا طبقتو المقادير اللي درت والله نقصو الكاكاو ما ديروش مغرفه معمره هذا دابا ما تبغيش انا نشاف الكاكاو يسخن ممكن نجيب ليمون اللي حاطين فيه نديرو بالزبده ها هو لك المو ديالي انا دهنتو بالزبده واش ندير ندير له مغرفه تاع فرينه باش هكا ما يسقليش انا هذا جديد مازال ما طيبش فيه ما نقدرش ناخذ لي ريسك نطيب هكذاك لازم يعني ندهنو مليح باش كي نطيب فيه ما يسقليش هكا دهنتو بزبدة ونزيد هكا نديرو الفرينة ونديرو نطيب فيه باش هكايا واحد ما ياخدش لو ريسك وبعدا
نسقلك ولا كيكون حاجه جديده كلازم واحد يقيم فيها ديريكت. هما يعني هادو مملح بصح الواحد لازم ياخذ هكذايا. نجيب الخليط تاعي نحط هذا باش تشوفوني مليح. ندير كمية الخليط هكذا نحبس. ندير هذاك الكاكاو هكذا خالد. شوفو نسيي ندير بالعقل نغطي هاديك الشوكولا يعني الخليط اللي فيه الكاكاو. نكمل هذاك الكاكاو يعني انا نقول صح انا وحده نحب المسكوت خير من حاجه اخرى يعجبني مع قهوه حليب. بعدا كيكون هكا به الحليب تو يجي شامخ ما يجيش ناشف الخبزه ما تجيش ناشفه زيت لها شي ديكور شي شوكولا تو يجي شباب يجي ما شاء الله. نخلو والو لازم كل حاجه ندخلوها في البلا تاعنا. شوفوا شحال مليح هاد لي سباتول يحبطوا كلش هكذا هكذا. شنو ندير شنو ندير دوكا نجيب انكلور دون لا حاجه اللي نقدر نخلط بيها هكذا نخلط ندور بس هي نضرب حتى القاع لتحت باش يتخلط لي مليح يعني باش يجي كيما قال لو ديسان فيه شباب هكذايا نديرو يطيب. من بعد نوقف طريقة التزيين هاي ديك الخبزه مسكوتشو تاعنا بعد ما طابت. شوفوا كيفاش طابت طابت ما شاء الله. شوفوا الله يبارك كيفاش جات خفيفه دوك هكذا بعد ما طيبناها ونحيناها. هذا ما تخرجش باسكو هذيك الزبده والفرينه كي كانت في الفوق نورمال دوك حنا كي نزينوها تبان ما شاء الله. هذه هي هنا عندي شوكولا دوبتها بالكريمه كارتاش حكمت هاي اللي استعملت حكمت ربع قاع هكذا
تاع الشوكولا، درت شويه تاع لاكريم فريش في الكاسرونه، خليتها تغلي ومن بعد رميت عليها، ما صورتها لكمش يعني، رميت عليها هذيك الشوكولا بعد ما ذابت، يعني عمرتها في لاكاش دوك نزين بها الكيكه تاعنا هكذايا. التزيين اختياري، كل وحده دير كيما تحب، يعني هادو هما هكذا راهم يحطوهم في الوليمات، يعني حاجه شابه. هكذا هكذا بهالطريقة هاليك. بعد ما زينتها شوية بهاد الشوكولا، عندي هنايا الشوكولا البيضاء عمرتها، أنا حازيد نعمر شوية ونزيد نزينوها بالشوكولا البيضاء هكذا هكذا. نعطوها يعني حاجة شبا، ما قال تحطيها في الوليمات ولا تحطيها ضيافك ولا تديها عرادة ولا شنو هما، كما قلت لكم حاجة اقتصادية هكذا. هذا تزيين يعني خفيف، ما بغيت نشوف كيفاش درناها، كتشوفوا فيها جات ما شاء الله، عندي هنا شوية مكسرات نزين بهم هكذا، حاجة اختيارية دايما نقولوها نعاودوها على حساب المقدور تاع الإنسان، يكون عندك حاجة ديريها كيما كانش عندك مانيش، هادي هي يعني نسكت شغل هادي الحالة، يعني نقولكم راني نحط في في التزيين راهو خفيف خفيف، مقدرتش نقولكم قد ما راهو خفيف، هادي هي الكيكة تاعنا، نسكت شغل تاعنا لي درناه مع بعض. واش نقولكم شاهدكم في الجمعة، تحبوا نتلاقاو زيدو نقطعوه وتشوفوه الطريقة كيفاش نقطعوه، دوك نتلاقاو في طاولة التقديم مع أتاي. ها هو ليك الكاطو تاعنا كيما وليتهولكم، بعد ما درناه طاولة التقديم راح نجوزوه مع أتاي، ها هو الأتاي تاعنا، تحبوا مع قهوة حليب، هادي حاجة اختيارية، حنا ولفنا لاتاي نديروه مع العشية. كاساتاي نقطعو طرف تاع كاطو باش نشوفوه كيفاش جا الكاطو تاعنا، هاي الخبزة تاعنا كيما قلت لكم، انا كي قعدت لي العجينة درتها في هادوما، ست ما وريتهم لكمش، هادوما شوفوهم درتها في ليمون صغار، تقدرو تبريزونتيوهم غير من بعض الطريقة، شوفو شحال جاو مخالفين، كاين لي زينتهم كاين خليتهم هكدا، تقدرو تزيدو طاشون مشي اسكو كلاس، شوفوا شحال جاو خفاف، شوفوا نمثلكم شوفوا كيفاش، شوف شوفوا شوفوا شتو شحال جا خفيف هاد المسكوتو جا ما شاء الله، وصفه ناجحه 100%، نصحكم تجربوها وبعثوا لنا قلنا رايكم. هاي لك نكون قطعوا عندنا شويه تاع حبق هذاك، هذا كيما قال سلطان الميدة مليح، واحد كي ما قال يشرب حاجه يحط قدامه حاجه اللي تاع هاي لك نقطعو الطرف تاعه، نشوفو كيفاش جا المسكوتو تاعنا لداخل، نحوها تحبة تاعنا، شوفو المسكوتو تاعنا كيفاش جا، هاديك شوفوا شحال جا خفيف، شوفوا كاش جا ما شاء الله، شوف الوصفه قلت لكم يعني قد ما نقول لكم لازم تجربوها باش تعرفوا واش راني نهضر، هذاك لو مابري تاعنا شوفوا كيفاش جا، نزيد نقطعوا قطعه باش نشوفوها هاي لك
الوصفه تاعنا اللي جات ناجحه 100%. كما قال يعني هذا مسكوتو تاع الوليمات اقتصادي، تقدروا ديروه تحطوه في علاجكم في وليماتكم، وحاجه ما تكلفش بربع حبات بيض كما قال، ديروا كميه الله يبارك. هاوليك المسكوت تاعنا كيفاش جا لاخر. هاوليك شوفو، هادي هي الوصفة تاعنا. اضغطو الاشتراك وضغطو اللايكات باش يوصلكم المزيد. شوفو شوفو كيفاش جا فيه، شوفو شحال جا خفيف. شوفو نقسم لكم شويه، شوفو جا ما شاء الله رائع رائع، ماشي ناشف. شوف ماشي ناشف، وصفة يعني جد مسكوتو خفيف خفيف مع الزاز تاع القارص هذاك اللي جا مخالف فيه. هادي هي، شهيتكم في الجنة. نتلاقاو في فيديو آخر مع مطبخ هانية، والسلام عليكم.